بعد أن أخذنا الليمفاتيك تيشو وأخذنا به الليمفاتيك بيزلز اللي بدأت بالكابيلاريز وانتهت باللارج ليمفاتيك بيزلز، لنا تدريجيا الليمفاتيك كابيلاريز درين ذا سيزز من الكونكتيف تيشو بحالة تجمع أو accumulation of the fluid ريفير بالفانكشن مال الليمفاتيك كابيلاريز، راح يصير تجمع للليمفاتيك او للليمف او للاكسسيز فلود within the connective tissue، وهذا التجمع سمينا من يذكر اوديما، عافية، سمينا الاوديما والايديما. الليمفاتيك بيزلز شملت الليمفاتيك كابيلاريز، السمول ليمفاتيك بيزلز وال لارج ميديوم سايز ليمفاتيك بيزلز واللارج ليمفاتيك بيزلز، وكاستراكشر للليمفاتيك بيزلز اذا كانت سمول وميديوم سايز واللارج ليمفاتيك بيزلز كذلك قلنا تشبه المن بالنسبه للبلد بيزلز، تشبه للفينز ان اتس ذا سيم دايمتر، يعني اذا كانت ميديوم سايز فين مع ميديوم سايز ليمفاتيك بيزلز، وكذلك اللارج ليمفاتيك بيزلز نقارنها مع اللارج فينز. كذلك اخذنا الليمفاتيك تيشو وقلنا او الاميون سيلز او سميناها ديفنس سيلز اللي تتمثل بانواع الليمفوسايت اللي هي تي والبي ليمفوسايت بالاضافه للنيوتروفيلر سيلز، اضافه الى الديفنس سيلز اذا كانت ديفرنت ليمفوسايت متبقيه النيوتروفيل ايزونوفيل بيزوفيل والمونوسايت وملحقات الماكروفيج اللي هي من المونوسايت والبلازما سيل من الليمفوسايت، وهذه كلها الفانكشن مالتها داخل الكونكتيف تيشو، يعني حتى لو قلنا بلاد سيلز او وايت بلاد سيلز هم الفانكشن مالتها داخل الكونكتيف تيشو. تواجد الليمفاتيك تيشو قلنا يتواجد ب ديستريبيوتد وذين ذا كونكتيف تيشو وذين ذا بودي او هيومن بودي، كل كونكتيف تيشو يتواجد ب الليمفاتيك تيشو بس باشكال مختلفه، اما بشكل ديفيوز وهذا نوع نوديول. والليمفاتيك نوديول هنا قبل شوي هم تطرقنا عليها، الليمفاتيك اجريجيشن اوف اميون سيلز او ديفنس سيلز او اجريجيشن اوف ليمفوسايت، وال تكون تقريبا سفيريكال او اوفال شيب ستراكشر، وتتواجد هنا اما بشكل سوليتري ليمفاتيك نوديولز يعني منفرده خاصه بالميوكوزا اسوشيتد ليمفاتيك تيشو بشكل منفرد او بشكل اجريجيشن، ومن قلنا بشكل اجريجيشن او ليمفاتيك نوديول ذا الحاله راح تكون ليمفاتيك شنو؟ نود ليمفاتيك اورجان، خلينا نقول ليمفاتيك اورجان، وهي الليمفاتيك اورجان مختلفه اللي هي اول وحده ليمف نود، ثاني وحده تونسولز بالاضافه الى السبلين والثايموس. كذلك عندنا المهم تواجد الليمفاتيك تيشو بالميوكوزاتيك تيشو، ميوكوزا اسوشيتد ليمفاتيك تيشو، والميوكوزا هنا خاصة بالسيستمز اللي هي موجود بها اكسترنال اوبن مثل الدايجستيف تيوب والريسبيراتوري سيستم، كذلك اليورو والجينيتال اورجانز كذلك هذه كل تواجد بها external opening، فلذلك الميوكوزا مع هذه الأورجان تواجد بها lymphatic tissue، والجنة lymphatic tissue من يتواجد هنا إما بشكل diffuse أو lymphatic nodule، أما إذا تواجد بالميوكوزا بشكل aggregation of lymphatic nodule و diffuse lymphocytes سمينا أورجان tonsils، عطية سميناها tonsils وأخذنا عافية أخذنا التونسلز وعددنا التونسلز، قلنا خمس أنواع من التونسلز اللي هي associated within the human body، ثلاث أنواع من عندهم موجودة regard the oral nasal canals اللي هي مثلت بال pharyngeal tonsil اللي هي single على the lateral aspect pairs of palatine tonsils وبال base of the tongue أو بالroot of the tongue أو بالposterior third of the tongue and the lingual tonsils اللي هي عدد كبير قد يصل إلى 20 أو 25.
كذلك تواجد هنا الميوكوزال اسوشيتد لمفاتك تشو بشكل تونسلز او بشكل اجريجيشن بالابندكس مثل ما قال قبل شوي زينيلتكم، اضافه الى تواجدها كذلك بجزء من السمول انتستين واللي هو بالاليام وسميناها بايرس باتش، هاتي البايرس باتش سميناها البايرس باتش. تكلمنا عن التونسل وقلنا التونسل هي اجريجيشن او لمفاتك تشو وذن ذا ميوكوزا، بمعنى آخر أدها الإبيثيليا وأدها بالجهة المقابلة للإبيثيليا أو المعاكسة للإبيثيليا، قد تتواجد كبسول وقد ما تتواجد كبسول، وهذا كله أخذناه بالأسبوع الماضي. اليوم راح نكمل الأنذر أورغانز بعد التونسلز اللي هو اللمف نود. وين يتذكر وين قلنا تتواجد اللمف نود؟ على مسار اللمف نود تتواجد على مسار الليمفاتيك فيزلز. احنا قلنا الليمفاتيك فيزلز، الليمفاتيك فيزلز تبدي بالليمفاتيك كابيلاريز ووظيفتها هنا برين ذا اكسسيف فلويد من الكونكتيف تيشو. هذا الاكسسيف فلويد من يتجمع داخل الليمفاتيك فيزلز راح نسميه الليمف، راح نسميه الليمف. والليمف يصير داخل الليمفاتيك فيزلز يوصل الى الدق او التوراسيك دق، اما الرايت لمفاتيك دق او التوراسيك دق اللي هي قلنا عليها اللارج لمفاتيك فيزلز، يوصل الى الهارت عن طريق ذا التو لارج دق واللي نسميها اللارج لمفاتيك دق، اما رايت لمفاتيك دق او توراسيك دق. الرايت لمفاتيك دق هنا برين اكسس فلود اذا كانت من الهيد طبعا والنيك بالاضافه الى الأبر لمس، بينما الثوراسيك دكت راح يسوي لبرين الاكسيزيز فلود من الابدومينال كافيتي بالإضافة للبلفيك كافيتي الثوراسيك كافيتي إضافة إلى اللور لمس. هذا الفلود قبل لا يوصل للهارت، قبل لا يوصل للهارت راح يمر على ما يسمى باللمف نود، على ما يسمى باللمف نود اللي هي سنحكي عليها. إذا هنا اللمف نود موجودة على مسار الليمفاتيك فيزل، فإذا هنا أنا ما دام موجودة على مسار الليمفاتيك فيزلز إذا راح تدخلها الليمفاتيك فيزلز وتخرج من أدها الليمفاتيك فيزلز، تدخلها من الليمفاتيك فيزلز وتخرج من أدها الليمفاتيك فيزلز. اللي تدخل لللمف نود الليمفاتيك فيزلز اللي تدخل لللمف نود راح نسميها الأفرنت الليمفاتيك فيزلز، الأفرنت الليمفاتيك فيزلز. أما اللي تخرج من الليمف نود نسميها الأفرنت الليمفاتيك فيزلز، الافرنت لمفاتيك فيزلز تدخل وتخرج الافرنت لمفاتيك فيزلز. بالاضافه الى ذلك هنا اللمف من يدخل الى داخل السانسز لمفاتيك سانسز، هاي السانسز يصير داخل اللمف ومن خلال مسار اللمف داخل السانسز راح يتعرض الى الديفنس سيلز اللي موجوده داخل اللمف نود فيخرج هنا الفلتريتد الفلود، بعد ذلك تصل الى الهارت. اذا هنا الليمف نود موقعها كشيء عام هي على مسار الليمفاتيك فيزلز. مسار الليمفاتيك فيزلز هنا الليمفاتيك فيزلز موجوده بكل مكان، الليمفاتيك فيزلز عدا وين قلنا احنا الليمفاتيك فيزلز موجوده؟ سي ان اس، بالسي ان اس هنا تعوض عنها ما يسمى بالكورويد بلكس، كورويد بلكسس، وهذا ناخذ ان شاء الله الأسبوع القادم من ناحية النيرفس سيستم كورويد بلكسس، تعوض عن الليمفاتيك فيزلز. الليمفاتيك فيزلز موجودة بكل مكان، بس الليمف نود لا، مو بكل مكان، تواجد بمكانات محددة، تواجد بمكانات محددة. هاي المكانات المحددة مثل الأكزيلا، وهنا يسموها الأكزيلا دي نود، مثل الانجواينال ريجين نسميها الانجواينال نود، فيمورال الليمف نود، عندنا الميزنتريك دائما اللي هي السمول واللارج انتستين ميزنتريك لمف نود، الهيباتيك لمف نود مع الليفر، اذا مكانات محدده بالفيشيال سوبرفيشيال سيرفايكال ديب سيرفايكال هيومن بادي وبالاناتومي راح نتطرقها ان شاء الله. بالنسبه لو نجي ناخذ وحده من اللمف نود هذه حتى نشوف السيرجيكال ستراكشر للليمف نود. الليمف نود قبل لا اقسم الليمف نود قلنا الليمف نود يدخل لها الليمفاتيك فيزلز
ونسميها الأفرنت لمفاتيك بزلز، ويخرج من عندها الأفرنت لمفاتيك بزلز. إذا هي موجودة على مسار لمفاتيك بزلز، أفرنت لمفاتيك بزلز تدخل وتخرج من عندها الأفرنت لمفاتيك بزلز. إضافة إلى ذلك إن اللمف من يصير داخل اللمف نود راح يصير داخل ساينسز موجودة بمكانات محددة، وسنتعرف على أشكال وأسماء الساينسز اللي موجودة داخل اللمف نود. شكل اللمف نود إن كومون يكون تقريبا بين شيب، الكونكيف شيب اللي بي الهايلان، والكونفكس شيب اللي تدخل من عن طريق الأفرنت لمفاتيك بس الأفرنت لمفاتيك بزلز تدخل عن طريق الكونكيف شيب وتخرج من الكونكيف شيب، أو تخرج من الكونكيف شيب يعني اللي سميته قبل شوية الهايلاس أو الهايلان. شكلها يكون بين شيب، من ناخذ سكشن، ناخذ سكشن الفيرتيكال سكشن باللمف نود راح نلاحظ بها تو زون، راح نلاحظ تو زون، الاوتر زون للخارج نسمي الكورتكس، والانر زون اسميه المدلة، كورتكس اند مدلة. طبعا التركيب اللي موجود بالكورس او التراكيب اللي موجوده بالكورتكس بالتاكيد تختلف عن التراكيب اللي موجوده بالمدلة. التراكيب اللي موجوده بالكورتكس هي عدد كبير جدا من الليمفاتيك نوديول، بتكون ادنى الليمفاتيك نوديول داخل الكورتكس. يعني هنا الليمفوسايت موجوده على شكل تجمعات بشكل ليمفاتيك نوديول داخل الكورتكس، اما داخل المدلة فالليمفوسايت موجوده على شكل ان يسموها سينجل كور، نسميها مدلري كور على شكل ان يسموها سينجل كور، وهذه الكور نسميها مدلري كورت. طبعا الليمف نود completely encapsulated organ، completely encapsulated organ with well developed capsule of connective tissue، ومنها الكابسول سين several septum أو several trabeculates تنزل من الكورتكس إلى المدلة. وإحنا إذا الكونكتيف تيشو هنا هي support ونيوتريشن، support للليمف نود وكذلك نيوتريشن. تدخل عندنا الأفرنت لمفاتيك بزلز عن طريق الكبسول وتؤدي إلى ساينس، تؤدي إلى ساينس موجود تحت الكبسول مباشرة، تحت الكبسول مباشرة يتواجد عندي ساينس أسميه سب كبسولة ساينس. عندنا ساينس مباشرة موجود تحت الكبسول، هذا الساينس أسميه سب كبسولة ساينس. وبما انه موجود بالمارجن، شوفوا لاحظوا موجود بالمارجن يعني على طول الاوت زون اوف ذا ليمف نود، فلذلك قسم من الكتب يسموه المارجنال ساينس. الموقع مالته احنا راح نسميه سب كبسولار ساينس، واللي يستلم الليمف منين؟ من الافرنت لمفاتيك بزلز، من الافرنت لمفاتيك بزلز. قلت قبل شوي هنا الكبسول سين سيفرال سيبتم، وهاي السيبتم سميناها الترابيكوليز. من يجي هنا السب سب سب كبسولار ساينس وراح هنا يتواجد السيبتم، ما يخترق السيبتم وانما ينزل على جانبي السيبتم من الجهتين، ينزل على جانبي السيبتم. وهنا هذا الساينس اللي يتواجد على جانبي السيبتم او الترابيكولي اسميه ترابيكولار ساينس، او قسم الكتب يسموه بيري ترابيكولار ساينس، بيري ترابيكولار ساينس او ترابيكولار ساينس، او نقدر نسميه كورتيكال ساينس اللي موجود بوجوده داخل الكورتكس. يعني ترابيكوليز هنا بدايتها تتواجد داخل الكورتكس، فالساينس اللي موجوده على جانبي الترابيكولي اسميه كولر ساينس او بيريترابيكولر ساينس او كورتيكال ساينس. هاي البيريترابيكولر ساينس او الترابيكولر ساينس تستمر وتصل الى المدلة، تصل الى المدلة، وبالمدلة هنا انا راح نسميها مدلري ساينسز، مدلري ساينسز. تلتقي المدلري ساينسز مع بعض، تلتقي المدلري ساينسز مع بعض وتخرج عن طريق 1 اور 2 المسار الليمف داخل الليمف نود. اول شيء يدخل الليمف عن طريق الافرنت لمفاتيك فيزلز الى السب كابسولار ساينس، ومن السب كابسولار ساينس الى
الترابيكولار ساينس، ومن الترابيكولار ساينس الى المدولاري ساينسز، ومن المدولاري ساينسز يلتقم مع بعض الى الافرنت لمفاتيك ديسكس. طبعا بالكورتكس راح يتعرض على اعداد كبيره جدا من الماكروفاج الليمفوسايت الاميون سيلز اللي موجوده عندنا داخل الكورتكس اذا كانت من الليمفنود، واذا كانت من الديفيوز ليمفوسايت، اضافه الى ذلك بيورد كبسول نضيف لها داخل المدلة، فلذلك هنا راح يصير فلتريشن للليمف داخل الليمف نود، فلتريشن للليمف داخل الليمف نود قبل خروجه عن طريق الإفرنت ليمفاتيك ديسس. هذه كسانسس. من نجي هنا كإميون سيلز أو ليمفوسايت، شلون تتواجد هنا داخل الليمف نود؟ بالكورتكس تتواجد على شكل ليمفاتيك نوديول، أجريجيشن أوف ليمفاتيك نوديول within the cortex. إضافة إلى ذلك هنا بين الكورتكس والمدلة، بين الكورتكس والمدلة عندنا زون نسميه كورتيكال مدولاري زون، كورتيكال مدولاري زون، وهذا الزون يتواجد ب تي لمفوسايت، يتواجد ب تي لمفوسايت. تي لمفوسايت بالتأكيد منين جاي هنا تي لمفوسايت؟ تايموس، من التايموس. فلذلك هنا أقدر أسمي هذا الزون أسميه thymic abundant zone، يعني الزون اللي معتمد على الثايموس. اذا تتواجد هنا كذلك هنا تواجد التي لمفوسايت داخل الكورتكس. اضافه الى ذلك شنو تواجدت من الساينس داخل الكورتكس؟ تواجدت عندنا هنا السب كابسولار ساينس، وتواجد عندي الترابيكولار ساينس بالاضافه الى الليمفاتيك نوديول والديفيوز لمفوسايت بين الليمفاتيك نوديول والتي لمفوسايت اللي اجت من الثايموس، هاي كلها تركيبه الكورتكس اوف ذا ليمف نود. اما المدلة فالليمفوسايت تتواجد بها بشكل انستموسينج كورد، انستموسينج كورد اوف ليمفوسايت، هاي انستموسينج كورد اوف ليمفوسايت اسميها مدولاري كورد، اسميها مدولاري كورد. فلذلك قبل قليل شوية ذكرت أنا كلمة مدلة، بس قلت مدلة بي سينسز اللي هو continuation من الترابيكولار سينسز. فلذلك راح يصير تركيبة المدلة جزئين، الأول اللي هو استمرارية الترابيكولار سينس اللي سميتها المدلري سينسز، مدلري سينسز إضافة إلى المدلري كورد، مدلري سينسز اللي يمشي داخل الليم، والمدلة ريكورد اللي هو على جانبين السينسز اللي تتواجد بالإميون سيلز أو الديفنس سيلز. هاي بالنسبة للتركيب الرئيسية للليمف نود، قلنا يعني بأي صورة أشوف هذا الليمف نود، أشوف الأوتر زون أسميه كورتكس والإنر زون أسميه شنو؟ مدلة. قلنا إنكلوز باي وول دولاب كبسول أوف كونكتيف تيشو، يخترق الكبسول عدد من افرنت وبلو ذا كبسول الافرنت لمفاتيك فيزلز راح يؤدي لي الى السب كبسولار ساينس مارجنال ساينس. السب كبسولار ساينس او مارجنال ساينس مع الترابيكوليز على جانبي الترابيكوليز ينزل بشكل ساينس نسميه هنا ترابيكولار ساينس او بيريترابيكولار ساينس. هاي البيريترابيكولار ساينس داخل المدلة تتحول من كورتيكال الى مدولاري سينسز، المدولاري سينسز تلتقي مع بعض وتغادر الليمف نود عن طريق الافرنت ليمفاتيك فيزل. هاي بالنسبه للسينسز. اما بالنسبه كترتيبه للليمفاتيك نوديول، اضافه الى بيناتهم ديفيوز ليمفوسايت، اضافه الى ذلك ان الزون يعتمد زون موجود يتواجد ب تي لمفوسايت، وهنا نسميه التايم ديبندنت زون، ويتواجد ب فقط تي لمفوسايت، اضافه الى السينسز اللي موجوده كترابيكولار سينس او سب كابسولار سينس. المدله تركيبه الرئيسيه، الاول نسميها المدولاري كورد واللي هي عباره عن انستموسينج كورد اوف لمفوسايت، وبين هذه الكورد راح تمشي عند السينسز اللي هي جايه من الترابيكولار سينس او كورتيكال سينس، وهنا تلتقي مع بعض لتكوين الافرنت ليمفاتيك فيزلز. اذا هنا الفلتريشن اوف ذا ليمف
filtration of the lymph راح يصير داخل lymph node. فلذلك بعض الأحيان يعني إن أنا دائما معرض lymph node إلى الانفكشن، دائما معرض للانفكشن، لأنه هنا إذا صار drain من upper lymph أو من lower lymph وأكو عندي infection بأي مكان باللور لمب أو الأبر لمب، بالتأكيد إن أنا راح هذا الانفكشن يتواجد داخل connective tissue. من يصير درين لللمب من connective tissue راح ينقل إن أنا الانفكشن كالبكتيريا كال أي foreign particles راح يتكون داخل ال connective tissue، ينقل عن طريق اللمب يوصل إلى اللمب نود، يصير إن أنا باللمب نود direction باللمباتيك نوديول هاي تتواجد بالجيرمينال سنتر، تبدي زيد لمفوسايت، تكبر الجيرمينال سنتر، تكبر اللمفاتيك نوديول، عدد من اللمفاتيك نوديول تكبر، تتضخم اللمف نود ككل، تضخم اللمف نود ككل. هذا سكشن هيستولوجيكال سكشن باللمف نود، هذه الاوتر كونكتيف تيشو لاير اللي شو نسميها؟ كبسول. الكبسول وتحته هنا الكبسولار ساينس. الكبسول من سين سيبتم، اي ترابيكولي اشوف على جانبي السيبتم راح اقول عليه ترابيكولار ساينس، والترابيكولار ساينس راح تؤدي لي داخل المدلة الى المدلري ساينس. كل واحدة من دول الاجريجيشن اوف لمفوسايت بشكل سبيريكال شيب او اوفال شيب ستراكشر داخل الكورتكس هي مثل الليمفاتيك نوديول. فلذلك هنا من ضمن الليمف نود تختلف عن الليمفاتيك نوديول، لان كل ليمف نود يحتوي على عدد من الليمفاتيك نوديول، بس الليمفاتيك نوديول ما تعتبر اورجان، تعتبر كميون سيلز بشكل اجريجيشن داخل الكونكتيف تيشو، قد يكون بشكل سوليتاري، واذا كان بشكل اجريجيشن راح يمثل لي أورغان، وهذا الأورغان أخذنا مثلاً الأسبوع الماضي أخذنا التونسلز إذا تذكروها. التونسلز إذا كانت بالقلتين تونسلز هذه الليمفاتيك نوديول، وإذا كانت بالفارنجيال تونسلز كذلك الليمفاتيك نوديول، وإذا كانت بالبايرس باتشز الليمفاتيك نوديول، وحتى بالأبندكس بالبايرس باتشز الليمفاتيك نوديول. الأجريجيشن أو الليمفاتيك نوديول هو راح يكون لي الأورغان، وقلنا مثل التونسلز ومثل ما أخذنا اليوم الكورتكس أوف لمف نود. شيء بسيط جدا، الأفرنت لمفاتيك فيزلز تدخل وإلى السبكابسولار ساينس، والسبكابسولار ساينس إلى الترابيكولار ساينس، والترابيكولار ساينس إلى المدولاري ساينس، ومن ثم إلى الأفرنت لمفاتيك فيزلز. لاحظوا هاي الليمفاتيك نوديول، هذه واحدة من الليمفاتيك نوديول داخل الكورتكس. الأوتر زون دائما للليمفاتيك نوديول أو نسمي المارجينال زون يكون داركلي ستيند وين كومبير وذين ذا سنترال بارت أوف الليمفاتيك نوديول، لأن هنا الأوتر زون تتواجد بأعداد كبيرة من الماتشور لومفوسايت. الماتشور لومفوسايت دائما تكون داركلي ستيند، ماتشور لومفوسايت سمول سايز صحيح، بس النيوكليوس مالتها دارك ليستين، بينما المدلة تكون لايت ليستين لتواجد اللمفوبلاست، واللمفوبلاست هي دائما النيوكليوس مالتها تكون بيرل ستين، صح كبيرة الحجم اللمفوبلاست بس النيوكليوس مالتها تكون بيرل ستين. هنا زيادة حجم الجيرمينال سنتر دلالة على وجود، كل ما زاد حجم الجيرمينال سنتر دلالة على وجود انفكشن، قد يعني قد يكون انفكشن قوي، قد يكون انفكشن بسيط، فزيادة الجيرمينال سنتر هي دلالة على وجود الانفكشن، لأنه بدأت تزداد من أن اللمفوسايت واللي تنتج من الجيرمينال سنتر. بعد واضح من يقدر name the structure at the end of the pointer بالتحديد. لمف نوديول. بالتحديد. جيرمينال سنتر. جيرمينال سنتر، بينما هذه كلها مدلري ساينس. هذه الليمفاتيك نوديول. منا إلى هنا كل الكورتكس، وهذا كلها المدلة أو لمف نود،
هذا شنو هذا؟ الكبسول. ساب كابسولار. بينما هنا أنا شو أسميه؟ ترابيكولار ساينس أو مادولاري ساينس أو كورتيكال ساينس كلها. هذه شنو هذه سيا؟ مادولاري ساينس. عافية. بينما هذا اللون الأزرق مادولاري كورت. مدلل كورد ومدلل كورد هي نسموها كورد أوف لنفور سايد. قبل شوية ذكرتها نسموها كورد أوف لنفور سايد نسميها مدلل كورد. هذه واضحة الفاتيك نوديول وهذا الجيرمينال سنتر وهذا البرفرال زون أو المارجينال زون أوف لنفاتيك نوديول. لنفاتيك نوديول مع تي لنفور سايد مع ساب كابسولار ساينس والكلابيكولار ساينس راح تكون للكورتكس. أما المدلل كورد والمدلل ساينس راح تكون للمدلل. نعم. عندنا أنا دار encapsulated organ واللي يكون completely encapsulated organ اللي هو موجود بالثوراسيك انليت موجود بمدخل ثوراسيك نسميها thymus. thymus يكون lobulated organ. thymus يكون lobulated organ من 2 lobes وكل لوبس منافذ بي طبعا كل لوبس انان انكلوزد باي ولد بلوب او انان مو ولد بلوب وانما ديليكيت كابسول اوف كونكتيف تيشو. انان راح تكون ديليكيت كابسول اوف كونكتيف تيشو حتى من الخارج بين الوبيليشيت انكابسولاتيد اورجان. وان وي تيك سكشن وذن ذا ثايموس اي لوب اذا كانت بالليفت او بالليفت والرايت او رايت راح نلاحظ بانه الثايموس كومبوزد فروم سيفرال لوبيولز وهذه اللوبيولز سبريد فروم ايتش اذر باي سيبتم اوف كونكتيف تيشو. يعني فلذلك ان انا بين اكسترنال لوبيليتد اورجان حتى من الاناتوميكالي جروسلي نقدر نشوف اللوبيليشن اللي separated by connective tissue. كل lobules separated by connective tissue جاي من الكابسول. من ناخذ one lobules واحد من ذول lobules نلاحظ بأنه كل lobules موجود بي peripheral zone و central zone. كل واحد من دول اللوبيولز موجود بي peripheral zone و central zone. ال peripheral zone لكل لوبيولز أسميه الكورتكس و central zone لكل لوبيولز أسميه المدلة. الكورتكس والمدلة راح تكون لي لوبيولز. لاحظون هنا أن دائماً الأوتر زون أو البريفرال زون للوبيولز يكون داركلي ستيند بينما الانر زون اللي سميتها المدولة تكون لايتلي ستيند. كتركيب هنا للثايموس كتركيب يعني الاميون سيلز راح تتواجد نوعين فقط من الخلايا النوع الأول اللي هي التي لمفوسايت والنوع الثاني اللي هي reticular epithelial cells. مو reticular cells وإنما reticular epithelial cells. إحنا قلنا reticular cells من ضمن خلايا connective tissue. هنا أنا لا reticular epithelial cells تتواجد مع T lymphocytes. تواجد هنا أنا reticular epithelial cells مع T lymphocytes بنسب مختلفة داخل الكورتيك وداخل المدلة. فإذا تواجدت أعداد كبيرة من اللمفوسايت وأعداد قليلة من الريتيكولار إبيثيليال سيلز. طبعاً الريتيكولار إبيثيليال سيلز لأننا دائماً تأخذ الأسيدوفيليك ستينينج. تذكرون إحنا من اللمفوسايت تأخذ البيزوفيليك ستينينج لو أسيدوفيليك
بيزوفيليك اذا كانت النيوكليوس مالتها بيزوفيليك ستيننج، واذا كان حتى السيتوبلازم هو يكون بيزوفيليك ستيننج، يعني اثنيناتهم ياخذون بيزوفيليك ستيننج. فلذلك تكون دارك ستين وجود اعداد كبيره جدا من الليمفوسايت بالكورتكس مقابلها اعداد قليله من الريتيكولار ابيثيليال سيلز راح ينطيني دارك ستين كورتكس، بينما على العكس وجود اعداد قليله من التي ليمفوسايت واعداد كثيره من الريتيكولار ابيثيليال سيلز داخل المدلة راح ينطيها لايت ستين. يعني أنا مو مثل الليمفاتيك نوديول أكو جيرمينال سنتر وأكو مايتوتيك ديفيجن يصير بالليمفوبلاست، لا إن أنا التي ليمفوسايت والريتيكولار ابيثيليال سيلز أعدادهم هي اللي تحدد لي إذا كان دارك ستينينج أو لايت ستين أريا. فوجود التي ليمفوسايت بأعداد كثيرة داخل الكورتكس مقابلها أعداد قليلة من الريتيكولار ابيثيليال سيلز راح تكون الكورتكس دارك ستين، بينما المدلة راح تكون لايت ستين بوجود أعداد كثيرة من الريتيكولار ابيثيليال سيلز مقابل أعداد قليلة من التي ليمفوسايت. كذلك تلاحظون كل كورتكس طبعا هنا باللوبولز الواحد احنا عندنا لوب تو لوبز وعندنا لوبولز وعندنا لوبولز. اللوبولز نلاحظ بانه السيبتم اللي تنزل مع بين اللوبولز كذلك تنزل مع الكورتكس وتقسم لي الكورتكس. يعني الكورتكس دائما في اغلب الاحيان تكون مجزئ، شوف هاي الكورتكس مجزئ عن هذا الكورتكس عن هذا الكورتكس، بينما المدلة لا تكون غير مجزئ. يعني اكو كونكتيف تيشو سيبتمز من السيبتمز الرئيسيه تقسم لي الكورتكس فقط، يعني هنا each lobules subdivided partially into several lobules within the cortex only within the cortex only. طبعا هنا دائما الكونكتيف تيشو يحتوي الكونكتيف تيشو دائما يحتوي لي على يسمى هم يسوي سبورت وهم يسوي شنو بعد نيوتريشن نيوتريشن. فلذلك تدخل مع هنا تدخل مع البلد كابيلاريز او البلد فيزلز داخل السيبتم وتدخل مع السيبتم اللي بين الكورتكس بس ما توصل الى المدلة ما توصل الى المدلة. هنا الاندوثيليال سيلز داخل الكورتكس الاندوثيليال سيلز اللي دخلت مع الكابيلاريز داخل الكورتكس راح تكون مع الريتيكولار ابيثيليال سيلز اللي موجوده مع الريتيكولار ابيثيليال سيلز اللي موجوده داخل الكورتكس راح تكون لي بارير نسميه تايميك بلاد بارير تايميك بلاد بارير. هذا يمكن اول بارير ندرسه تايميك بلاد بارير. هذا البارير طبعا ديلي ذا سيركيليشن يعطل لي السيركيليشن مالت من مال البلاد وينطي تشانس المن للتي لمفوسايت للماتوريشن ومن يصير ماتور لمفوسايت هنا تدخل الى داخل المدلة. اذا delay the maturation of T lymphocyte. المدلة يتواجد بها اعداد قليلة من اللمفوسايت مقابلها هنا اعداد كبيرة من الريتيكولار ابيثيليال سيلز اعداد قليلة من المدلة. لاحظوا ناسل ونيجي ناخذ هنا هذا اللوبولز هذا اللوبولز واحد هذا اللوبولز واحد. لاحظوا الكورتكس مالته فقط هذه سيبتم فرعية من السيبتم الرئيسي وهذا سيبتم فرعية هذا سيبتم فرعية هذا سيبتم فرعية هذا بالمقابل هذا سيبتم فرعي هذا سيبتم فرعي قسمت المن الكورتكس لو قسمت المدلة قسمت فقط إذا نقسمت فقط الكورتكس to incomplete lobules. يعني نانا lobules متكامل بس من تقسم نانا الكورتكس راح تكون incomplete lobules أو secondary lobules. هنا الأوتر زون قلنا الكورتكس appear dark stained لوجود أعداد كبيرة جدا من lymphocytes وبالمقابل أعداد قليلة من الريتيكولار ابيثيليال سيلز. على العكس من
المدلة التي تتواجد بها أعداد كبيرة من هذه الأسيدة الفوليكستيني الريتيكولار إبيثيليال سيلز مقابلها أعداد قليلة من اللمفوسايت. لاحظوا بنفس هذا المكان، ما أعرف إن تشوفوه ما تشوفوه بالموبايل، يعني ما أعرف صعب تشوفوها. هذا المكان داخل المدلة واللي هو aggregation of acidophilic staining cells. acidophilic staining cells يا خليه يا خليه هاتي الريتيكولار ابيثيليال سيلز. فهنا بهذا المكان تتجمع old age reticular epithelial cells على شكل eccentric locations cells، تكون لي تركيب spherical shape structure من الريتيكولار ابيثيليال سيلز. هذا التركيب نسميه هاسلز كوربسلز او نسميه تايميك كوربسلز، هاسلز كوربسلز او تايميك كوربسلز، واللي انه لحد الان بالفانكشن مالته. وهو ميزه رئيسيه تميز لي المدله كذلك، يعني انا حتى اذا انا ما شفت الكورتكس وما شفت الباقي من اشوف هاسلز كوربسلز راسا اقول هذه مدله اوف ذا تايموس. اذا ميزه المدله اول شيء تكون complete medulla non separated by septums. إضافة إلى ذلك تتواجد بها أعداد كثيرة من الريتيكولار إبيثيليال سيلز وأعداد قليلة من الليمفوسايت تي ليمفوسايت. الريتيكولار إبيثيليال سيلز إنان الأولد إيدج أو الأولد الريتيكولار إبيثيليال سيلز من تصطف بشكل إكسنتريك ستراكتشر سفيريكال شيب من الريتيكولار إبيثيليال سيلز اللي يكون هاي لينيتد أسيدوفيليك ستينينج ستراكشر أسميه الهاسلز كوربسلز هذه، أو ما يسمى بالتايميك كوربسل، تايميك كوربسلز أو الهاسلز كوربسلز. ومثل ما قلت قبل شوية أن أنا من أشوفها رأسا بدون أن أشوف كورتكس أو مدلة أشوف هذا الترتيب رأسا أقول هذه المدلة أوف ذا تايمز. هاي الخلايا المتبقية اللي تكون دائما النيوكليوس مالتها دارك نيوكليوس، هذه الخليه او هذه الخليه او هذه الخليه دارك نيوكليوس، المنعزيه دارك نيوكليوس تي ليمفوسايت، بينما من تكون لايت ستيند نيوكليوس هذه ريتيكولار ابيثيليال سيل، تجمع ريتيكولار ابيثيليال سيل بهذا الشكل على شكل اكسنتريك لايرز اوف ريتيكولار ابيثيليال سيلز، تكون هاي لينيتد أسيدوفيليك ستينينج ستراكشرز نسمي الهاسلز كوربسلز أو التايميك كوربسلز. هذه رسم توضيحي للتايموس، هذا اللوب اللي هي تو لوبس بتراسة الليبس إذا كانت الرايت إذا كانت الليب لوب. ومن ناخذ سكشن هنا بأي لوب راح نلاحظ هنا كل لوب مكون من عدد من اللوبيولز، وهذا اللوبيولز فقط مقسمة بالكورتكس، فقط مقسمة بالكورتكس. الأوتر زون كورتكس نسميه والإنر زون نسميه المدلة، والمدلة والكورتكس تتواجد بها نفس الأنواع من الخلايا بس باختلاف البرسنتج مالتها. والخلايا اثنيناتهم التيلوفوسايت والريتيكولار إبيثيليال سيلز، تتواجد هنا الريتيكولار إبيثيليال سيلز بكمية كبيرة داخل المدلة وأعداد قليلة من التيلوفوسايت، على العكس من الكورتكس اللي تتواجد بأعداد كبيرة من تيلمفوسايت بالمقابل أعداد قليلة من الريتيكولار إبيثيليال سيلز. الريتيكولار إبيثيليال سيلز داخل المدلة كونت لي تركيب سميته الهاسلز كوربسلز. هاي تقريبا الشيء المهم بالنسبة للتايموس. آخر إنكابسوليتد أورجان، هاي لحد الآن كلها كومبليت إنكابسوليتد اللي هي الليمف نود والتايموس بالإضافة إلى السكرير. من يتذكر البارشيال كابسيليتد؟ التونسول فرانجيال والبالاتاين بالاتاين تونسول وبعد فرانجيال تونسول لينجوال تونسولز لا شي تكون نان كابسيليتد هي والباير سباشز والأفندكس. إذا فقط عندي بالاتاين تونسولز والبرانجيال تونسولز، أما اللينجوال تونسولز تكون نان كابسيليتد حالها حال البايرس باتش وكذلك الأبندكس. أما اللي حكيناها هسه الليمف نود كذلك الليمفاتيك نوديول شو تكون؟ نان كابسيليتد
non-encapsulated or آخر شيء عند السبلين والسبلين هو يعتبر largest lymphatic organ largest organ or large lymphatic organ largest lymphatic organ من يعرف largest organ the skin السكين هنا السكين يعتبر largest lymphatic organ يعني بحيث يكون تقريبا 15 إلى 16% من البادي ويت يعني الشخص اللي وزنه 100 كيلوغرام من ينزع السكين مالته وزنه بمحتوياته راح يطلع تقريبا 15 إلى 16 كيلوغرام فإذا هنا السبلين يعتبر largest lymphatic organ completely encapsulated organ completely encapsulated organ موقع طبعا هنا موقع بالاناتومي راح تاخذوه دائما مرافق علما يكون مرافق يا اورجان ديسيبلين للليفر والستومك موجود عندنا بالليفت سايد مرافق دائما للستومك دائما مرافق للستومك متى يضربوه قبل سابقا يقول لك لزقة الكرشة طبعا هو نوع من انواع الاستوما الكرشة على الطحال سامعين بيه ما سامعين بيه نعم دكتور سامعين بيه اكيد الكرشة هي نوع من انواع الاستوما يعني بس مو باليومان فاذا هنا عندنا السبلين دائما ملاصق للاستوما اي موقع هنا بالليفت سايد طبعا هنا اذا ضخم السبلين نسميها سبلينو ميغالي وممكن البالبيشن للسبلين مثل ما ممكن البالبيشن للليبر الليبر يعني من يصير هنا هيباتايتس ويزداد يضخم الليبر ممكن البالبيشن من آخر ريبس فإذا شفنا هنا ماس هارد ماس بآخر ريبس بالرايت سايد بالنسبة للليبر راح وهذه تكون هارد ماس يعني بالتأكيد هنا قد يكون تضخم بينما بالنسبة للليفت سايد إذا شفنا هذه الماس أو بالبيشن للماس من تحت آخر ريبس بالنسبة للليفت سايد فقد يكون تضخم للسبلين وما ننسى السبلين لمفاتيك أورجان ينتج لي لمفاسايد هاي واحدة يعتبر temporary storage للبلد يعتبر temporary storage للبلد لأن تركيبته هنا تتواجد بأعداد كبير جدا من السانسز داخل السبلين وسرح blood sinuses يعني مو lymphatic sinuses وإنما blood sinuses داخل السبلين وسنجي نشوفه وين موجودة داخل السبلين temporary storage للبلد يعني بعض الأحيان نتيجة شديد الشخص البريفرال بلد سيركوليشن راح يصفر الشخص ليش لان البلد اللي موجود بالبريفرال سيركوليشن يصير له دخول الى الداخل فمكان الستورج التمبرال ستورج لهذا البلد هو السبلين بعد هذا الايموشن يعني بعد ما يخلص يدخل السبلين يخرج فلذلك ايش تتوقعون تتواجد بالسبلين هذا يكون نكتف تيشو اللي موجود بالكبسول مصل حتى يسأل نعم عافية سموث مصل عافية سموث مصل فايبر عافية عليك سموث مصل فايبر حتى هاي السموث مصل فايبر حتى تسوي سكويزين للسبلين بعد أن تخلص الإيموشن أو تخلص الحالة هنا السبلين enclosed by will develop capsule of connective tissue and يلا smooth muscle عندي smooth muscle fibers and smooth muscle fibers يعني قلنا هو رجل البلاد فلذلك السكويزينج دائما يحتاج الى smooth muscle fibers كذلك هنا يدخل السبلين يدخل السبلينيك ارتري ويتوزع داخل السبلين يعني مع الكابيلاري مع الترابيكوليس سوري
يعني يدخل مع الكبسول ومع الترابيكوليز بديستريبيوشن هسه راح نتطرق له. فداخل السكين هنا راح يصير فلتريشن للبلاد، راح يصير فلتريشن للبلاد وخاصة الخلايا اللي هي الريد بلاد سيلز، الريد بلاد سيلز المتقدمة بالعمر البيت مالته راح يكون داخل السبلين. السبلين. إضافة للتيمبر ستورج هذه كلها من ضمن والبرودكشن للليمفوسايت كذلك كان يصير داخل السبلين. من أجي أخذ سكشن بالسبلين، من أجي أخذ سكشن بالسبلين راح ألاحظ بأنه السبلين يتكون أكو بيليمفاتيك نوديول لو ماكو بيليمفاتيك نوديول، بس اللي يشوفون الآن أكو ليمفاتيك نوديول لو لا. نعم دكتور موجود. أكو ليمفاتيك نوديول. إذن يتكون من تركيبتين. التركيب الأول هو تجمع للليمفوسايت بشكل سبيريكال شيب ستراكشر يكون لي ليمفاتيك نوديول. هذا السفيريكال شيب ستراكشر داخل البارانكايما للسبلين أسميه الوايت بالب، أسميه الوايت بالب. بينما بين الوايت بالبس عدد كبير جدا من السانسز البلد سانسز وكورد أوف لمفوسايت أسميها الريد بالب. إذن السبلين كتركيب يتكون من تو ستراكشرز، الفيرست وان أسميه الوايت بالب وسكند وان أسميها الريد بالب. وايت بالب اللي هي تتمثل بالليمفاتيك نوديول، الوايت بالب عندي التركيب الثاني اللي هو الريد بالب. تركيبة الوايت بالب شلون اجت او شلون صار تركيبة الوايت بالب؟ الوايت بالب يعني من تكونات تكونت نتيجة دخول لكن الكابسول لاحظوا أننا سيركوليشن للبلاد داخل السبلين من الكابسول يدخل السبلينك أرتري أو فرع من السبلينك أرتري ويدخل مع الترابيكوليز. دخولنا مع الترابيكوليز داخل الترابيكوليز راح نقول عليه أو نسميه هنا بالحالة ترابيكولار أرتري، ترابيكولار أرتري. هذا ترابيكولار أرتري من يغادر الترابيكولي، من يغادر الترابيكولي احنا نعرف الأرتري مكون من كم لاير الأرتري؟ 3 لاير انتما وميديا وأدفنتيشيا، انتما أدفنتيشيا وميديا وأدفنتيشيا، هاي الثري لايرز. الأدفنتيشيا هي عبارة عن شنو؟ كونكتيف تيشو. عن كونكتيف تيشو فهنا من يغادر يعني بس بالميديوم سايز باللارج سايز قد تحتوي على البازل بزرام، بس من يكون هاتريول صغير هنا ما تحتوي على البازل بزرام. ما يخالف يعني غير وصل الى نتيجه بانه هاي الثري لاير الانتيما والميديا والادفنتيشيا بكل ارتري الادفنتيشيا هي عباره عن كونكتيف تيشو او لس كونكتيف تيشو. بالنسبة لهذا الأرتري من يغادر الترابيكوليز بالسبلين، الأرتري من يغادر الترابيكوليز يتونيك أدفنتيشيا بمكان لوس كونكتيف تيشو ريبليسد باي رتيكولار كونكتيف تيشو، ريبليسد باي رتيكولار كونكتيف تيشو يتونيك أدفنتيشيا ريبليسد باي رتيكولار كونكتيف تيشو. وإحنا نعرف الرتيكولار كونكتيف تيشو يسمح بالأجريجيشن أوف شنو أو aggregation of lymphocytes يعني تتجمع داخل الشبكة اللي هي reticular connective tissue تتجمع aggregation of lymphocytes. هاي lymphocytes ما دام صارت بالتيونيكي أدفنتيشي إذا صارت حول من هنا حول الأرتري، فإذا هنا راح تكون لي شيت حول الأرتري. هذا الشيت اللي يكون حول الأرتري هو اللي يكون لي الوايت بالب. إذا الوايت بالب والبقاء هنا راح يبقى هنا بالوسط، الأرتري راح يبقى بالوسط، يعني هنا الليمفاتيك نوديول، الليمفاتيك نوديول اللي موجودة بالسبلين
يتواجد داخلها دائما يتواجد داخلها artery أو arteriole. إذن هنا white bulb هي aggregation of lymphocyte within the adventitia of the central artery of the central artery. هذا aggregation أو شيء تتمثل بالليمفاتيك نوديول وهنا أنا أسميها الوايت بالب. إذا هنا أنا تتميز الليمفاتيك نوديولز هذه عندي هذه الوايت بالب اللي تتمثل بشكل ليمفاتيك نوديولز أو هذه وايت بالب أخرى هذه وايت بالب أخرى واللي بين الوايت بالب والريد بالب. شوفوا كل وايت بالب كل وايت بالب لاحظ داخله موجود عندي آرتري أو آرتريول. هذا الارتريول نسميه نودولار ارتريول او اسميه سنترال ارتريول. نودولار ارتريول او اسميه سنترال ارتريول. ودائما على بالادفنتيشيا لهذا الارتريول بتواجد عدد كبير جدا من اللمفوسايت. هاي اللمفوسايت صارت بشكل شير بشكل لمفاتيك نوديول. هذا اسميه الوايت بالب. نسميه الوايت بالب. كذلك هنا تتواجد هنا بالبروفرال زون للليمفاتيك نوديول يعني بالبروفرال زون للأدفنتيشيا سي لمفوسايت السيتاينوس. يعني هنا نسمي البيري باسكولار زون. البيري باسكولار زون بما أنه هذا بلد فيزلز وتتواجد حول الليمفوسايتك نوديول هي تي ليمفوسايت. يعني زي ما كان هذا دائما تتواجد ليمفاتيك نوديول سوري ليمفوسايت بالبروفرال زون للليمفاتيك نوديول نسميه البيري فاسكولار زون. واللي تتواجد نوع الليمفوسايت بالبيري فاسكولار زون هي تي ليمفوسايت. اذا الوايت بالب يتواجد داخل ارتريول او ارتري وحول هذا الارتري او الارتريول عدد كبير جدا من الليمفوسايت بشكل اجريجيشن كونت لي شيت اوف ليمفوسايت او كونت سوت لي الوايت بالب او ليمفاتيك نوديول. حول هاي الليمفاتيك نوديول بمعنى اخر حول الارتريول او بيري فاسكولار زون يتواجد هنا اعداد من التي ليمفوسايت اللي جايه او اللي تستقبلها من الثايموس. بين الليمفاتيك نوديول او بمعنى اخر بين الوايت بالب بيتواجد عندي الريد بالب. بيتواجد الريد بالب وتركيبه الريد بالب تركيبه الريد بالب جزئين. الجزء الاول بشكل ساينوسس اسميها السكلينيك ساينوسس والجزء الثاني اللي هو الليمفوسايت اللي موجوده بين الساينوسس. الجزء الثاني اللي هو عندنا الجزء الاول اللي هو ساينوسس اسميه السكلينيك ساينوسس والجزء الثاني اللي هو الليمفوسايت اللي موجوده بين السانسز اسميها سبلينيك كور. سبلينيك كور اذا عندي سبلينيك سانسز وسبلينيك كور هاي التركيبين راح تتواجد بين الليمفاتيك نوديولز او خلينا نقول داخل الريد بال. داخل الريد بال او تكون لي الريد بال. فاذا الريد بال اما يتواجد بشكل ساينوسس هاي الفراغات واللي موجود بها البلاد او الليمفوسايت اللي هي نسميها الكورد. سبلينيك كورد والسبلينيك ساينوسس هي اللي راح تكون عندي هنا والخلايا الليمفوسايت اللي حول بضمنها الجيرمينال سنتر راح تكون لي وبضمنها التي ليمفوسايت اللي تكون بالبروفرال زون راح تكون لي الوايت بالب. إذا هنا هاي الريد بالب هاي ميديكيشن للريد بالب ونلاحظ بي الكورد من الليمفوسايت واللي سميتها سبلينيك كورد وبينهم الساينوسز اللي هي نسميها سبلينيك ساينوسز. نيم ذا ستراكشر ات ذا اند اوف ذا بوينتر من هو الشاطر؟ إيروفوسايت. نيم ذا ستراكشر ات ذا اند اوف ذا بوينتر. تي ليمفوسايت. ها؟ تي ليمفوسايت. يعني تي ليمفوسايت ابني تي ليمفوسايت سبريكال شيبس نيوكلياس هاي لونجيتد لو شو اسمه ها
elongated nucleus لما هو elongated nucleus the border central polyomino هو مش دكتور هذا للفان دكتور اسم سم سكواماس ايش سميته؟ الاندوثيليال سيلز ايش بيكم؟ الاندوثيليال سيلز هذه الخلية مو دولة مو هذه ولا هذه ولا هذه ولا هذه هذه كلها من نشوف سبريكال شيب ستركتشر وداخل وبين السانسز اقول عليها هذه تي لمفوسايت يعني لمفوسايت بس من اشوفها داخل سكوامس سيلز وداخل السانس سكوامس سيلز هذه او هذه وداخل السانس او لايننج ابيثيليال السانس اذا هي اندوثيليال سيلز الاندوثيليال سيلز يعني من اجيبكم سؤال مثلا نيم ذا ستراكشر ات ذا اند اوف ذا بوينتر يعني صح هو ار بي سيز بس كيس ستراكشر ككل هذا شو اسمه سانس سانوسز إذا ممكن إحنا الريد بول بيتكون من الريد بول بيتكون من سيبلينيك سانوسز وسيبلينيك كور ارجعوا شوية للكارديو باسكولار سيستم قلنا السانوسز اللي وين تتواجد السانوسز أو سانوسز الكابيلاري وين سيبلين الليبر وبالمر هسه احنا هذا الشيء السكشن اللي قدامنا شنو هو سيبلين اذا هنا هاي سينوسويدال كابيلاريز سينوسويدال كابيلاريز اذا كان سينوسويدال كابيلاريز او اي نوع من الكابيلاريز اي نوع من الكابيلاريز شنو الستراكشر مالته ولا لاير اوف اندوثيليال سيلز ولا لاير اوف شنو اندوثيليال سيلز انتهى اذا هذه الخليه هي عباره عن اندوثيليال سيلز هذه اندوثيليال سيلز هذه اندوثيليال سيلز لان هاي لاينينج ابيثيليا مالتنا مال ساينس بس هذه لا هذه لا هذه من يقدر يقول لها شنو هي هاي داخل الليمفوسايت الليمفوسايت هذه بس داخل البلد سيركوليشن هنا هاي الليمفوسايت هاي الليمفوسايت بس خارج البلد circulation اي هنا كونت السبلينيك كورد هنا ما يسمى بالسبلينيك كورد جيد اذا السبلين يتكون من جزئين سبلينيك كورد والسبلينيك سينوسز ذا سبلينيك كورد والسبلينيك سينوسز يتكون لي الريد بول اما الجزء اللي هو بشكل اجريجيشن او لينفوسايت اللي هو الوايت بلب اذا الوايت بلب والريد بلب هي التركيبه الرئيسيه للسبلين وحكينا عن كل وحده من هذول قلنا السبلين انكلوزد باي ويل ديفلوب كبسول اوف كونكتيف تيشو اند سموت مسل ومن عندها تنزل عدد من السيبتوم نسميها الترابيكوليز نسميها الترابيكوليز الترابيكوليز تدخل تقريبا قلنا من يغادر الترابيكولار ارتري الترابيكوليز الادفانتيشيا مالت ريبليس باي ريتيكولار كونكتيف تيشو من اللوس راح يصير ريتيكولار كونكتيف تيشو يصير اجريجيشن اوف اميون سيلز او لمفوسايت تحول بالريتيكولار كونكتيف تيشو وتكون لليمفاتيك نوديول سميته الوايت بلب وبيناتهم هنا يبقى الريد بلب الريد بلب هنا يتكون من سبلينيك سينوسز وسبلينيك كورد سبلينيك سينوسز وسبلينيك كورد لاحظوا هنا السينوسز سينوسز هنا قد تتواجد بشكل continuation يعني بين الارتريول لاحظوا هنا من يدخل هنا سبلينك ارتري سبلينك ارتري مع الترابيكوليش سمعت قبل شوية ترابيكولار ارتري من غادر الترابيكولار ارتري وصار حول شيت من اللمفوسايت كون لي الوايت بلب
بعد ذلك يصغر بالحجم ويغادر الى الريد بال، ويغادر الى الريد بال. هنا راح ينفتح على الريد بال ب مسارين، اما المسار الاول سانسز سبلينيك سانسز داخل الريد بال شي كون السبلينيك سانسز. هنا الاتصال بين الارتريول والفينز سانسز بمعنى اخر يكون اما دايركت اتصال مباشر، وهنا نسميه الكلوز سيركوليشن، نسميه الكلوز سيركوليشن يعني دائره متكامله كلوز سيركوليشن، او لا هنا البلاد داخل الكونكتيف تيشو مال السبلين وبعد ذلك ريتيرن الى الفينيول مره ثانيه، وهنا نسميها الاوبن سيركوليشن. هنا الاوبن سيركوليشن يعني خاصه وقت الراحه، يعني يصير ديلي للسيركوليشن اوف ذا بلاد وقت الراحه، بس وقت الاكتيفيتي لا، انا يحتاج الى كلوز سيركوليشن، لان سيركوليشن بالكلوز سيركوليشن تكون سريعه، بينما حتى اسوي الاكتيفيشن علما يصير اكتيفيشن بالاوبن سيركوليشن. فإذا الـ closed circulation هو سريعة، أما الـ open circulation فتكون بطيئة، لأننا إلى أن يرجع البلد إلى الـ venules ومن مرة ثانية أو للـ sinuses ومن ثم إلى الـ venules راح يتأخر، بينما إذا أكو شنت مباشر بين الـ arteriole والـ sinuses والـ venule هذه راح نسميها closed circulation، يعني كأنها دائرة مغلقة ويمشي بها البلد احتياجي. هنا يكون أسرع من دائرة مفتوحة بالopen circulation ويرجع يصير البلد داخل الconnective tissue، ومن ثم مرة ثانية وجود هاي السينسز، يعني أنا السينسز إلها قابلية لاستلام البلد سيلز فتستلم مرة ثانية وترجع على البلد circulation. لأن بالrest دائما تكون active الopen circulation، بينما بالactivity تكون دائما closed circulation هي في active. يجيني عندي السبلينيك ارتري ويدخل عن طريق الكابسول مع الترابيكوليز، راح نسميه ترابيكولار ارتري، والترابيكولار ارتري راح يعطينا عدد من البرانش، هنا راح نسميها سنترال ارتريول، سنترال ارتريول واللي تكون لشيت من اللمفوسايت حولها. ليش؟ لان هنا راح تتغير عندي الادفنتيشيا لهذا الارتريول من connective tissue إلى articular connective tissue ويكون بذلك الوايت بال. هنا من يغادر راح يتكون عندي البنسلر arteries البنسلر arteries واللي يفتح على السينسز إما direct أو indirect circulation، إما open circulation اللي هو indirect أو directly closed circulation، ومن ثم يرجع إلى الفينيولز ومن ثم إلى عدد من الترابيكولار فينز ويرجع إلى السبلينيك فين. هذا بالنسبة للسيركوليشن of the blood within the spleen. إلى المرور للبلد طبعا على الليمفاتيك نو أو الوايت بال والريد بال، بالتأكيد راح يصير هنا فلتريشن للليمف للبلد بلد للبلد. السبلين الليمفاتيك فيزلز موجوده دايماس السبلين اي موجوده اي كل اورجان موجوده ما شفناها بالسلايدات، يعني هسه مثلا السبلين يسوي فلتريشن للبلد واللمف ايش راح يسوي فلتريشن لللمف مو للبلد بالنسبه لللمف نود، يعني السانسز شنو انت تقصد بها السانسز ما شفتها
لا يعني السانس اللي باللمف نود شفناها كلها، السب كابسولار سانس، الترابيكولار سانس، المدولار سانس، كلها شفناها. نعم دكتور. بالسبلين سانس هنا تابع للبلد سانس اللي هي نعم. سانس اودر كابلاري اللي هسه حكيت عنها. نعم دكتور. نعم.